التدابير المتخذة لإعادة إسكان متضررين من الفيضانات للنواب المحترمين حسين بن القطو، عائشة القرش، الحول هيلع، أحمد عموري، مصطفى آيت بن علي، عدي آيت رهو، محمد البازيزي، أمل العمري، عبد الإله البوزيدي الإدريسي، العربي كانسي، محمد الأعرج وعمر الزاعي من فريق تحالف القوات التقدمية والديمقراطية. تفضل أستاذ. رئيس صدى الوزراء، السيدات والسادة النواب، سؤالنا اليوم يتعلق السيد الوزير بمعاناة المواطنين المتضررين جراء الفيضانات التي خلفتها التسوقات المطارية التي عرفتها بلادنا هذه السنة، خصوصا في المناطق القروية وشبه القروية التي لا تتوفر على البنايات والتجهيزات لتصريف المياه الفائضة، ووجدت العديد من الأسر نفسها بين عشية وضحاها في العراء بعد أن غمرت وخربت مياه الفيضانات مساكنها. وكمثال على ذلك الخسائر التي عرفتها مساكن المواطنين بكل من منطقة الغرب والشمال الغربي والسوس ومنطقة بن ملال وخليفرة وتازة والحسيمة والمنطقة الشرقية وغيرها من المناطق المعروفة بالهشاشة العمرانية الناتجة عن الظروف الصعبة للساكنة المحلية. إن الوضع العام الذي تعيش فيه العديد من الأسر التي أنهارت مساكنها جراء الفيضانات أو تلك التي غمرتها المياه منازلها والتي لا تزال تتخذ الخيام والعراء مأوى لها يبعث عن كثير من الألم والأسى، ويقتضي التدخل العاجل من أجل إيجاد حل لإسكان المتضررين في ظروف أحسن ويرفع عنهم حالة البؤس التي يعانون منها. نعم لقد بادرت الحكومة مشكورة برصد اعتمادات مهمة لبرنامج إعادة بناء مساكن المتضررين من الفيضانات، غير أن ساكنة إقليم تازة والحسيمة لم تستفيد من هذه الاعتمادات المرصودة، كما أن نصيب كل عائلة لا يكفي السيد الوزير المتضررين لبناء مساكنهم المخربة في ظل لغلاء مواد البناء واليد العاملة، وندعوكم إلى مراجعة هذا المبلغ في اتجاه الرفع في اتجاه طريقة التوزيع، وهو ما يدفعنا اليوم إلى مساءلتكم عن الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها لإسكان المتضررين من الفيضانات ومساعدتهم لبناء منازلهم المهدمة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيدنا المحترم. كلمة السيد الوزير. بأمر ملكي سامي، أعلنت الحكومة يوم 8 أبريل الماضي على برنامج خاص لمعالجة أوضاع مخلفات الفيضانات ديال هذه السنة. هذا البرنامج اللي أعلنت عليه الحكومة، وهو برنامج مركب كتعاون فيه كل القطاعات المعنية، الكلفة دياله 1.67 مليار ديال الدرهم. فيما يتعلق بالجانب ديال إعادة إسكان الأسر اللي كانت قاطنة في الدور اللي تهدمات، ترصد مبلغ ديال 13 مليار 130 مليون درهم. هاد الديور اللي طاحت 99% منها مبني بالتراب. هاد التدابير اللي تم الإعلان عليها شملت ثلاثة المحاور: 15000 درهم كمساعدة عينية بالضبط على منوال ما وقع السنة الماضية، بما أن السنة الماضية أعطت نتائج إيجابية تكرر نفس السيناريو. 15000 زائد هذه السنة 3000 درهم انضافت، ما غاديش تاخذها الأسرة، غادي تعطى للمهندس المدني والمهندس ديال الخرصنة والمهندس المعماري باش يعاون الأسرة باش تبني بشكل لائق، باش لا قدر الله إلا كانت فيضانات ما نطيحوش في نفس المشكل. كذلك اشتغلت الوكالات الحضرية مع وكالة الأحواض من أجل انتقاء المناطق اللي مهددة باستمرار الفيضانات، باش نشوفوا إمكانيات الإخراج الكلي في بعض الحالات ديال بعض المناطق اللي كل سنة مهددة بالفيضانات، بالإضافة للالتزام ديال إعادة الهيكلة ديال الدواوير اللي كانت أكثر تضررا. اللجان المحلية، وهذا هو اللي أساسي، اللجان المحلية أخذت الوقت الكافي من أجل الإحصاء، النشر ديال اللوائح ديال الإحصاء، إعطاء الإمكانية في الطعن ديال اللوائح ديال الإحصاء، الموافقة النهائية ديال اللوائح ديال الإحصاء. انتهى هذا العمل الأسبوع الماضي، وأسفر على أن المدن المتضررة، بالإضافة للمدن اللي قلتي، العدد الإجمالي للمدن المتضررة هو 39،
والعدد ديال الديور اللي طاحت فعليا بإحصاء متوافق حوله مع المنظومات المحلية هو 3873، وغادي تبدأ المنح الإعانات وفق ما التزمت به الحكومة ابتداء من الأيام القليلة المقبلة بالضبط كما يعني صرحنا بذلك في وقته. شكرا سيد نائب. شكرا سيد وزير. تعقيب سيد نائب محترم. سيد الرئيس، فيما يتعلق هذا السؤال يعني كنا نتمنى يعني جواب نسجل بإيجابية جواب سيد الوزير، ولكن هل هي خطة عمل سنوية أم هناك استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد؟ لأن هذه الإشكالية الفيضانات تطرح ربما حاليا سنويا في السنوات المقبلة. إضافة إلى ذلك كان هناك برنامج ديال 8 أبريل، ولكن كنا نتمنى في جواب سيد الوزير أعطينا تخصيص على حسب الجهات والأعمال والأقاليم وليس على الصعيد الوطني، لأن ربما هناك أقاليم الحسيمة تازة تونس ربما ما غاديش تعرف بعد هذه الحصص هذه. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيدنا المحترم. تعقيب سيد الوزير. سرعة فيما يتعلق بالاستمرارية، هذا وجهة نظر مشتركة عند الجميع، كل واحد كيقول ودي بركة هذا العام عاود نبنيو عاود يجي الفيضان لا قدر الله ونعاود يطيح ونعاود نبنيو، أرى نلقاو شي حل نهائي. ولهذا اليوم كاين عمل مشترك كما قلتها ما بين الوكالات الحضريه والوكالات ديال الاحواض المائيه من اجل انتقاء المناطق والدوائر الاكثر تعرضا للفيضانات، اما غادي تجي الدراسات التقنيه وغادي تقول لك تما نديروا واحد المنشاه فنيه، او غادي تقول الدراسات هذوك السكان او ذاك الدوار او ذوك العشره ديال الديور يترحلوا من تما يمشيوا لجهه اخرى، دائما طبعا باتفاق مع السكان المعنيين. فيما يتعلق بهذا الاحصاء اللي اعطيتك حسب الجهات، انا بغيت ناكد للسيد النائب ونأكد لمجلسكم الموقر أنه هذه الإحصاءات تم تناولها بدقة مع الجماعة الوزير ومع السلطات المحلية وهي مدققة إقليم بإقليم. شكرا سيد الرئيس.